من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك وسلم يا علم الهدى، ما ناحت على الايدي الحمائم وما هدمت النسائم، وعلى الخلفاء الراشدين من بعدك ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، ونحن معهم ان شاء الله اجمعين. يقول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا. حسبي الله ونعم الوكيل. أجواء صعبة بالخيام. حسبي الله ونعم الوكيل. شتاء. حسبي الله ونعم الوكيل. أجواء صعبة جدا. عيد الفطر المبارك في ظل الظروف الصعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناس في الخيام، بيوت أصبحت خيام. لا إله إلا الله. شتاء قارس. لا إله إلا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول. الحمد لله الذي من علينا بطول العمر وأدركنا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر فرجك القريب يا رب.